الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة، حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. عسلامة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الحياة فام مع 93. نشكر الناس اللي تبع فينا على الباج اوفيسيال الحياة فام. كالعادة في حصتنا الحياة في الجامعة نعملوا بكم دورة في الجامعات التونسية ونشوفوا شنو جديد الطلبة وفيش قاعدين يخدموا. واليوم باش نهزكم من المعهد العالي لفنون الملتي ميديا بمنوبة، وكي نقول فنون ونقول برشا ابداع وبرشا انوفاسيون، باش نحكيوا على مبادرة مزيانة من طرف كلوب تونيفيزيون ايزام. وبالمناسبة هذي عندهم ايفينمون يحضروا فيه على قريب في دورته الثانية. أكثر تفاصيل باش ناخذوهم بالتليفون معايا سليم عبد اللطيف بريزيدون دو كلوب. عسلامة سليم. عسلامة منال. ميرسي بو، ميرسي حياة فام على الأوبورتينيتي. مرحبا. دونك سليم باش نبدا معاك بشوية بشوية، ونحب تحكي لي أكثر على ليكول نتاعكم، المعهد العالي لفنون الملتي ميديا بمنوبة. شنو تقرا وشنو هي الاختصاصات والدومين ديكسبيرتيز نتاعكم باش يعرفوها أكثر العباد اللي يسمعوا فينا؟ ليزام وإلا لانستيتيو سوبيريور دار ملتي ميديا دو منوبة. في ليزام فما نقراو الديزاين جرافيك، ديزاين ويب، اليو اي يو اكس، والديفلوبمون والجو فيديو. كيف كيف فما معناتها برانش بيك داتا. هذا هو معناها، ما سميتش انا توا اللي في ليغ الكل، مي شنيا نقراو معناتها اون جينيرال هذا هو. دونك فما برشا ديفيرسيتي نتاع اختصاصات، وهذاك علاش انتم في الكلوب نتاعكم تعملوا برشا حاجات ديفيرس سلون الاختصاصات نتاع الطلبه والحاجات اللي يعملوا فيها. باهي دونك احكي لي شويه على تونيفيزيون، شنو هي ليزاكتيفيتي اللي تقوموا بهم، شنو فاش قاعدين تخدموا بالضبط، ومن بعد باش نجيو تحكي لي اكثر على ليفينمون اللي عندكم. تونيفيزيون. تونيفيزيون هي منظمة، البوت برانسيبال نتاعنا هو لا كرياسيون دي جون ليدر، معناتها ان جون كي يدخل تونيفيزيون في كلوب كسوا في ليزام ولا معناتها في اي فاك اخرى، دونك بيخرج من بعد ان جون ليدر ينجم يكون معناتها في الدومين نتاعو ان ليدر في خدمته كل شيء، ويكون كيف كيف بوليفالون. لي فالور اللي نخدموا عليهم هما لينوفاسيون، لو ترافاي، لو بارتاج، اللي هما نتصور دي فالور معناتها اي انسان في الدنيا لازم يتبناهم معناها. دونك انتما شنو هي ليزاكتيفيتي اللي تعملوا فيهم مع لي ممبر، شنو تخدموا بالضبط، شنو تحاولوا معناتها لي ممبر كي يدخلوا التونيفيزيون؟ احكي لي على الاكسبيريونس شويه، معناتها شنو الفرق بين عبد دخل الاكسبيريونس هذيا وعبد ما عملش الاكسبيريونس في الكلوب نتاعكم؟ عندنا trois départements à Hnaf le club, la finance et administration, ou la communication et marketing, ou l'événementiel. Un jeune qui entre le club interne, que ce soit le département qui est en train de faire, il va apprendre quelque chose. Pour l'événementiel, il va apprendre la création d'un événement de A jusqu'à Z, la planification, ou كل شيء معناها من A jusqu'à Z، كيفاش تعمل ليفينمون تاعك، كيفاش تعمل ليتود دو ريسك، كيفاش تعمل بلان A، بلان B، بلان C. في الديبارتمون كوميونيكاسيون اي ماركتينغ باش تتعلم كيفاش تعمل اون استراتيجي دو ماركتينغ، وباش تخدم اون استراتيجي دو ماركتينغ، باش تلقى ديما الباج تخدم، ديما فما حاجة تهبط على الباج، دو تيل فاسون نهار اخر معناتها اذا كان باش تعمل بروجي والا باش تخدم حاجة اللي كان انت معناها ستارت اب والا حاجة، تلقى روحك كيف كيف تنجم تخدم ماركتينغ نتاعها وتنجم توصلها للعباد فاسيلمون. والفينونسي ادمنستراسيون اللي هو معناتها ديبارتمون نتاع الفلوس، كيفاش تدخل الفلوس للكلوب، كيفاش توصل للسبونسور، كيفاش تكلم للسبونسور، كيفاش تحكي كيف كيف مع السبونسور. هذايا بالنسبه للي يتعلموا المونبر معناتها من غير ما يعمل حتى شيء. ما نحكيوش على ليزيفينمون اللي نعملوا فيهم، اللي هما معناتها نعملوا دي فورماسيون، دي سيمينار، دي كومبيتيسيون كيما اللي باش نحكيو عليها شويه اخر اللي هي دوني ديزاين، كيف كيف نعملوا دي سيمينار معناتها ناسيونو وكل شيء، فيهم دي وركشوب، فيهم برشا حاجات. قبيله ما قلتلكش اللي زاد تونيفيزيون عندها دي بروجي اخرين كيما مثلا الهوب اللي هي معناتها اللي هي توا باللي ستارت اب، معناتها اي واحد عنده ايدي نتاع اون ستارت اب ولا فازا دونك ينجم يشارك في تونيفيزيون هوب. كيف كيف الاكاديمي اللي هي معناتها يعملوا فيها دي فورماسيون باش يطلعوا نهار اخر هما بيدهم معناتها يوليوا دي فورماتور، معناتها هذوما سو سون دي بروجي فوسط تونيفيزيون.
يعطيكم الصحه ديجا يعني بعد معناها تزيدوا تفورميو لي مامبر على الحاجات هذوما الكل اللي باش يتعلموهم ويعاونوهم نهار اخر باش يكونوا دي جون تالون ودي ليدر في المستقبل. باش تحكي لي سليم على دونك ليفينمون تاعكم جديد، نعرف هو دورته الثانيه مش جديد يظهر لي هي. دونك توني ديزاين، تحكي لي عليه اكثر، شكون معني بالليفينمون هذا ولا الكومبيتيسيون هذه وكيفاش ينجموا يشاركوا فيه؟ باهي، ليفينمون هذا توني ديزاين اسمه ديزاين خاطر كي تعمل في الفول الاولى دونك كان فيه جست ديزاين. تعمل اول مره في 2018 كانت لا كرياسيون دون ايدونتيتي غرافيك اون سوسيتي. اللوغو والشارت جرافيك نتاع اللوغو هذا كان على نهارين وفما جيري في الاخر وكل شيء. دونك سنا قلنا عملنا وحضرنا كيف كيف نفس ليفينمون فول 2 وكل شيء، مي الكوفيد ماك تعرف ما خلوناش نخدمو دونك ما نجمناش نعملو حتى شيء، روحنا الناس كل وقت ما فماش قرايه ما فماش شيء. وسنا ما نجموش نقعدوا ما نعملوش توني ديزاين اللي هو معناتها في الفول الاولى نتاعو الناس كل سمعت بيه والناس كل معناتها حبته ليفينمون كيف كيف في الفاك الناس كل تسال وقتاش باش تعملوا توني ديزاين وقتاش باش تعملوا توني ديزاين. دونك سنا جديد في توني ديزاين هو انه باش ندخلوا الكود في توني ديزاين، ما عادش ديزاين هكا هو. والفكره هي انه يكون فما ديزاين تاع انترفاس نتاع سيت ويب والديفلوبمون نتاعو. يعني هي كل كومبيتيسيون باش تعطيوهم دو جور هكاك يحضروا ديزاين نتاع سيت ويب هكا باش يحضروا الديزاين ويخدموا كيف كيف الكود، معناتها يديفلوبيو سيت يخدموه معناتها كود يبدا سيت حاضر ابخي دو جور باش يكونوا فما 20 ايكيب دو 2 او 3 بيرسون. باش يكون كيف كيف فما في الاخر جوري من ليزام اللي هما بروفيت معناتها لي بروف تاع ليزام اللي هما معروفين معناتها في دومينهم في سواء في الديزاين والا في الكود والديفلوبمون. فما تيماتيك نتاع معناتها التيماتيك نتاع السيت هذايا كيفاش في انا كونتكست معناتها ولا اي انترفاس، المهم هما يتعلموا كيفاش يخدموا الشخص هذايا وكل. لا هما الأكثرية العباد اللي باش تشارك عباد تعرف معناتها باش تلقى عباد تقرا ماستير، عباد تقرا كيف كيف دوزيام اني، معناتها عباد تعرف عباد مغرومة كسوا بالديزاين ولا بالديفلوبمون. دونك مش جوست باش يعملوا سيت ويتعلموا، مي تيماتيك باش يكون سيلون معناتها السبونسور شنو يحب. احنا تو مازلنا اون نيغوسياسيون معناها مع برشا عباد، مازلنا ما نعرفوش لشكون باش نخدموا بالضبط الحقيقه، مي ليسونسيال انه باش نعملوا سيت الواحد فيهم هذوما اللي قاعدين هما تو نحكيو معاهم كل شيء باش يكون كيما يحب هو، معناها فهمت باش نعطيه قبل كل شيء في لوفيرتور هو يحكي بالضبط شنو حاجته بالضبط في السيت كل شيء ومن بعد يبداو يخدموا على رواحهم. دونك هو عباره باش يعطيهم كي الكاي تشارج صغيره ويعطيهم لي سبيسيفيكاسيون اللي هو يحبهم، ومن بعد احسن ايكيب باش تحضر له احسن حاجه هي اللي باش تكون الرابحه. اكيد كومبيتيسيون كيما هكا يستناو فيها برشا عباد، فيها جوائز فيها ريكومبونس. سليم كانت تنجم تشجع اكثر العباد اللي يسمعوا فينا باش يشاركوا وتقول لهم شنو الجوائز؟ بون جوائز ما نجمش نقول عليهم شنو، مي بالطبيعه فما حاجه للليكيب اللي باش تربح. كيف كيف فما دي زوفر دي ستاج للعباد اللي معناتها تحب تحضر وكل شيء، فما معناتها دي ستارت اب دي زونتربريز باش يكونوا حاضرين عندهم دي سون معناتها وكل شيء. دونك حتى اللي ما عندوش فكره على الديزاين والا ما ولا ديفلوبمون وكل شيء ويحب يجي ويحضر مرحبا به في الليزام المعهد العالي لفنون الملتي ميديا. اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون لازم يكونوا من المعهد هذا ولا ينجم اي ايتوديون معناتها يحب يشارك؟ لا مش من المعهد، اي ايتوديون مغروم وعنده ما يقول في روحه ويعمل معناتها ايكيب نورمالمون دو بيرسون باش واحد يعمل كود واحد يعمل ديزاين والا يعاونوا بعضهم، خاطر احنا في الليزام راهو الناس كل تقرا كود وتقرا ديزاين بريسك معناتها فما كيما فما ديبارتمون معناتها سي ام نقراو سي ام كوميونيكاسيون ميتي ميديا نقراو كود ونقراو ديزاين، مي ديزاين اكثر كيف كيف فما الاي ام انفورماتيك ميتي ميديا يقراو الكود والديزاين مي الكود اكثر، فهمت؟ واضح.
يعني هذه دعوة للطلبة الكل اللي تحب تشارك في الكومبيتيسيون هذه، اللي تحب تربح وتحب تكون فما اوبورتونيتي تتعرف على دي ستارت اب ودي زونتربريز في ليفينمون هذا، اما زيد تشارك ويعملوا كود وديزاين نتاع انترفاس نتاع سيت ويب، علاش ليه ما تكونوش نتوما ربحين في الكومبيتيسيون هذه في دورتها الثانيه توني ديزاين. تفكرنا بالموعد سليم ونخلي لك كلمه الختام كان تحب تزيد تقول حاجه. ليفينمون تاعنا ان شاء الله لو 19 الشهر هذا في الليزام. مرحبا بالناس الكل، كما قلت لكم منال اللي عنده ما يقول في روحه ولا يحب يشارك في ليفينمون هذايا الباج كلوب تونيفيزيون ايزام معناتها كونتاكتيونا توجور معناتها لاهين ونشوفوا في لي ميساج نتاعكم. يعطيك الصحة. كلمة الختام ميرسي مرة أخرى منال، ميرسي حياة فام. كونوا اكتيف، نحكي مع لي ستوديون توا بالرسمي، كونوا اكتيف في لابي اسوسياتيف، ادخلوا لدي كلوب راهو بالحق تتعلموا على الاخر، ادخلوا كلوب تونيفيزيون راهو معناتها بدل فيا برشا انا واحد من الناس. يعطيك الصحة سليم ويعطيكم صحة كلوب تونيفيزيون إزام على الخدمة اللي تخدموا فيها. إن شاء الله بون كوراج في الأورغانيزاسيون تاع ليفينمون تاعكم، إن شاء الله يتعدى كيما أنتم تحبوه، إن شاء الله يكونوا فما برشا رابحين وبرشا طلبة مشاركين. مرة أخرى نفكر اللي فما إيفينمون توني ديزاين باش يكون لو 19 جانفي في الليزام المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، هذه أوبورتونيتي ما تفلتوهاش. وبوغ بلوس دو ديتاي كيما قالكم شوفوا الباج فيسبوك نتاعهم كلوب تونيفيزيون إزام. نحن مازلنا متواصلين معكم في الحياة في الجامعة باش نحكيو على ان جون انتربرونور، باش نحكيو على ان جون تالون. نخليكم بعد الفاصل الغنائي ونرجعو لكم. الحياة في الجامعة، نقل لمشاغل الطلبة حياتهم الجامعية وإبداعاتهم الطلابية. مازلنا متواصلين معكم أعزائي المستمعين على 93، نشكركم اللي تابعوا فينا على الحياة FM واللي اخترتوا باش تسمعونا في الحياة في الجامعة. احنا كما كل مره كنا نمشيو الجامعه ونحكيو على جديد النوادي والجمعيات اللي قاعدين ينشطوا ويبدعوا، اما المره هذه اخترت باش نحكي لكم على بارتاج ديكسبيريونس، باش نحكي لكم على سكسس ستوري من عند ان جون انتربرونور، ان انتربرونور انجينيور. سعيده جدا باستقبال بسام المليح. عسلامه بسام. عسلامه منال. مرحبا بيك. ودونك انت تحبك تحكي لنا شويه على البارتاج ديكسبيريونس نتاعك، تحكي لنا على ستارت اب نتاعك وشارك شويه المستمعين كيفاش وصلت وشنو اعطيهم شويه كيما نقولوا انرجي بوزيتيف هكا موتيفاسيون. اول حاجه يعطيك الصحه منال على انفيتاسيون وراديو حياه FM. دونك نقدم روحي، بسام مليح 24 عام، انجينيور ميكاترونيك متخرج من ليكول ناسيونال دانجينيور دو سوس و سي او ايكو فونداتور دو لا ستارت اب ديوي. دونك كيفاش بدات المسيره؟ بون من الصغر نبدا جوست نعطي فلاش صغير، ملياني صغير الحقيقه، ديما نحب التفلسيف ونحب ديما نصلح حاجات في الدار وكل شيء، وكلي نافح برشا. دونك هذاك اللي خلاني ديجا نبدا في الكارير نتاعي باك تكنيك، ومن الباك تكنيك مشيت عملت الاي بي ام اللي هي ليكول بريباراتوار ليكول دانجينيور في مستير عامين، وعملت سيكل انجينيور في المدرسه الوطنيه المهندسين بسوسه. ولنا بديت الاستوار الكبيره معناها نتاع حياتي كما نقولوا الباركور نتاعي. دونك من اول ما دخلت لينيزو الحقيقه لقيت انفيرونمون جديد وانفيرونمون بروفيسيونيل وكل، لقيت برشا دي كلوب وفي اسوسياتيف مزيانه على الاخر. لقيت عباد تخدم في دي بروجي مهمين وكل، وليكول معناها اللي تريز انتريسونت وتخدم في حاجات مزيانه. دونك اول حاجه كان عندي البيوت انه نديفلوبي لي كومبيتونس نتاعي، سواء لي سوفت سكيلز سواء لي هارد سكيلز. اول حاجه انتجريت روحي في اسوسياتيف لي كلوب روبوتيك ايرونوتيك لي اسوسياسيون كولتوريل ارتستيك وكل، ولنا بديت نتعلم في برشا حاجات اللي ما كنتش نعرفهم قبل، خاطر اي واحد قبل كان يقرا دونك ما يعرفش ما يعرف حتى شيء، مستانس يقرا يروح نهايته باش يمشي يخرج مع اصحابه ويمشي القهوه كذا. دونك من وقتها بلوز مو بديت العزله نتاعي بديت العزله نتاعي على اصحابي، وبديت في طريق اخر اللي هو اني نديفلوبي روحي.
دونك العام الاول بديت نكتشف في الانجينيوري وكل. العام الثاني عام سبيسيال برشا معناها في حياتي، دوزيام اني انجينيوري. اول حاجه بديت اني كنت في البريمير اني ممبر في الكلوب وكل، دوزيام اني قررت اني باش نكون ريسبونسابل. دونك خديت دي ريسبونسابيلتي، خديت دي بوست اللي هما ديجا خديت بوست لوجيستيك في الكلوب روبوتيك انيزوتي، وكنت زاد البريزيدون تاع لاسوسياسيون كولتوريل ارتستيك لوريكا. اكيد ليكسبيريونس مش كيما ممبر كيما ريسبونسابل، اللي هما الحاجات اللي باش يعملوا هكا ديفياسيون وباش تتعلم منهم اكثر. وي سي سا، ديجا الحاجه اللي تعلمتها في دوزيام اني انه مش جست نمشي نحضر في فورماسيون ولا نحضر في ايفينمون ونبدا بلوز موان نبر شبيه الحاجه هذيك هكا. دونك دوزيام اني وقت شديت لي بوست كلها كنت اني اللي باش معناها بطبيعه مش وحدي، اني وليكيب نتاعي كنت كيما نقولوا اللوج كيفاش باش ننظم لي ايفينمون، وكنا ننظموا لي ايفينمون معناها سوا اون انترن سوا اون اكسترن. كنا نعملوا دي فورماسيون للي مومبر اللي هما اصغر منا وكل كادريون في لي بروجي نتاعهم وفي الفي اسوسياتيف معناها نعلمهم كيما احنا تعلمنا من اللي قبلنا بالضبط. والعام ذاك ديجا بلوز موا بدي من ديسمبر تقريبا، بوسكو اني كنت ريسبونسابل في الكلوب روبوتيك نيزو تيم. دونك بديت نشارك في لي كومبيتيسيون روبوتيك اللي هي بلوز موا توندونس معناها في العوام الاخرى اللي هما لي كومبيتيسيون روبوتيك ولا روبوتيك بصفه عامه في تونس. دونك الحقيقه بريمير اني تعلمت حاجات بازيك، دوزيام اني وقت اللي بدينا نخدموا معناها انا والكيب نتاعي في البيرو، دونك بديت نديفلوبي في روحي الكل. وابارتير من ديسمبر شاركت وقتها في كومبيتيسيون في بنزرت، زاد بنزرت، وهزينا وقتها بريمير بري كومبيتيسيون تو تيران. من وقتها انطلقت مسيره نتاع شو اسمه نتاع لي بري روبوتيك. برمي لي باركور اللي برسمي مريتهمش برشا في حياتي معناها بكل تواضع كيما نقولوا اللي هما ديجا العام هذاك هزيت وقت كاتر بري ناسيونو في تونس، كات فوا برمي بري كومبيتيسيون وقت تو تيران، وكانوا في جرت بعضهم. وبعد مالوريزمون جات الكورونا. دونك الحقيقه الكورونا وقتها حبست الدنيا الكل كان لينيزو. قبل ما نرجع لحكايه الكورونا نحب نقول لك اللي اكيد المدرسه نتاعك المدرسه الوطنيه المهندسين بسوسة فخوره بك جدا على الانجازات اللي عملتهم، على لي بري اللي هزيتهم، خاطر انت هزيتهم باسم ليكول نتاعك وهزيت برشا دي بري اخرين حتى سنه كنت حبته، وبعد نرجع لهم اكثر. يعطيك الصحه على الغرام هذيا وعلى المشاركه نتاعك هذيا اللي تخلي اصحابك وليكول نتاعك فخوره بك. دونك توا باش تحكي لنا على الاكسبيريونس في وقت الكورونا. دونك كيما قلت لك جات وقت الكورونا في مارس تقريبا 2020، وقتها حبست لي كومبيتيسيون اللي كنت نحكي عليهم روبوتيك وحبست الدنيا الكل. وقتها ثم اكسيون صارت في المدرسه الوطنيه المهندسين بسوسه، كان تفكرها العباد تسمع فينا. الناس الكل بريسك سمعت بهم خاطر وين نحكي عليها الحكايه يقولوا لي تذكرها. دونك وقتها ليكول ناسيونال دانجينيور دو سوس لانسيت ان تشالنج في انه نصنعوا ماشين دو ريسبيراسيون اون كولابوراسيون مع السي اش يو فرحات حشيت تاع سوس. دونك وقتها اول ما بدات جوست اكسيون معناها كيما نقولوا تلمت ليكيب بالطرف. وقتها المدير نتاع المدرسه الوطنيه المهندسين بسوسه سي عارف مدب هو اللي لانسا تشالنج. ووقتها بداو ثم معناها كي نقولوا بينفول اللي جاو باش يخدموا، منهم وقتها اول العباد طه قراش ونرمين طلبه متطوعين حبوا يشاركوا في طلبه حبوا يتطوعوا باش يخدموا في الاكسيون هذيك. ومن وقتها انطلقت المسيره الثانيه اللي هي بدينا نخدموا وقتها على لي فيزير، ومعناها جست نصنع وقتها في لي فيزير بالامبرسيون 3 دي، الماشين دامبرسيون 3 دي، ونعطيو فيهم السبيطارات. ومنهم وقتها اهم حاجه اللي هي الماشين دو ريسبيراسيون. دونك وقتها تلمينا ليكيب كبيره برشا، دي زيليف انجينيور، دي انجينيور ودي بروفيسور وكل معناها حتى من الاداره وكل تلمينا الناس الكل، قعدنا عملنا دي ريونيون وخدمنا. وصلنا وقتها باش نخدموا البروف اوف كونسيبت نتاع الماشين دو ريسبيراسيون، ماشين دو اكسجينو ثيرابي او دي بي. دونك وقتها عملنا اول نموذج وعطيناه ال سي اش يو فرحات حشيد.
النموذج هذاك بعد ما كملناه ما حبيناش انه جوست يقعد بروجي في ليكول دانجينيور ونتعديو، حبينا انه تكبر. معناها النظره بتاعنا كانت بعيده شويه ابعد ما انه جوست نعملوا بروجي ويمشي على روح في الكورونا. دونك من وقتها بدينا نخمو انه نعملوا سوسيتي ولا ستارت اب، شركه ناشئه تخدم على ليزيكيبمون ميديكو في تونس، بويسكو احنا ديجا في الكورونا نذكروا ما فماش ليزيكيبمون ميديكو. لي ماشين اللي احنا ديجا الماشين اللي خدمناها وقتها وصلت بريسك 30 مليون تتباع وما فماش لا فما امبور لا اكسبور، وحتى لي كونسومابل نتاع لي ماشين هذول ماهمش موجودين، وبالطبيعه دوتر كونسومابل ودوتر ماشين ما فماش جمل. دونك وقتها جاتنا ليدي علاش ليه ما نلانسيوش ان ستارت اب تخدم على ليزيكيبمون ميديكو في تونس وفي افريقيا بصفه عامه. وبالمناسبة هذيك وقتها ديجا ثم التكنوبول تاع سوسة لينوفيشن سيتي لانسا ان تشالنج اسمه سيف تونيزيا تشالنج، واللي هو مجعول باش يطلع دي ستارت اب ولا دي زيدي دو ستارت اب في الهيلث كير ولا في هو ديجا سيف تونيزيا تشالنج. دونك حاجة في الوقت نتاع الكورونا في يعني في الكورونا صحيح. دونك شاركوا ثم دي ستارت اب شاركوا برشا تقريبا 30، وبعد صارت سيليكسيون بري سيليكسيون بعد سيليكسيون فينال، واحنا ديجا معناها ربحنا في الاخر خاطر يوصلوا 5 ستارت اب في الاخر، منهم ستارت اب نتاعنا اللي سميناها داوي. برافو. داوي هيلث كير. دونك من وقتها بدينا في داوي، بدينا في الكرياسيون ديجا نوفيشن سيتي وقت عطاتنا عام انكوباسيون، وديجا لي تشالنج اللي يصيروا فيها الكل هكا تعطي عام انكوباسيون وتعطيك شويه كيما نقولوا فينانسمون باش تبدا بيه الديماراج نتاع الشركه نتاعك. ومن وقتها بدينا نخدموا في داوي، صارت الكرياسيون في اكتوبر 2020، خذينا لابيل ستارت اب اكت العباد اللي تعرف الانتربرينوريا والستارت اب وكل في ديسمبر 2020، وقعدنا العام الاول بريسك الكل نخدموا ما عادش على بروف اوف كونسيبت اما نخدموا على بروتوتيب، وبدينا نمبورتيو في شو تسميه الماتيريال ولا لي كومبوزون ميديكال اكثر، حاجات بلو بروفيسيونيل من اللي خدمناها قبل، خاطر من الاول وقت الكورونا خدمنا باللي موان دو بور جوست الحاجات اللي موجودين في ليكول وكل، اما من بعد بيسكو ليت ستارت اب وشركه باش تخدم وكل. دونك ليكيب اللي تلمينا قررنا انه باش نخدموا حاجه ميديكال وبلو بروفيسيونيل وكل، وبدينا في كيما قلت لك نجيبوا في القطاع ونخدموا كل. و من وقتها لتو بريسك خدمنا دو فيرسيون تاع معناها تاع ماشين دوكسيجينوثيرابي او دي بي، وزاد اون باراليل بدينا لانسيو في دوتر بروجي، خاطر الحقيقه في الوقت الكورونا ما تلانسيتش جوست الماشين دو ريسبيراسيون، اما ثم دوتر بروجي اللي تخدموا كيما وقت ثم بوسوران ثم جروب اخر خدم ستيريليزاسيون مع ستيريليزاتور، ثم برشا دي بروجي. دونك احنا ما حطيناش جوست لي ماشين دو ريسبيراسيون، عندنا ان فيزيون انه نخدموا لي زيكيبمون ميديكو ولا بارا ميديكو الكل اللي نجموا نخدموهم واللي نجموا ندخلوا فلوس واللي نجموا زاد ينفعوا البلاد باش ما تقعدش تونس نهار كامل وهي بريزومو تلوج منين باش تجيب، وخاصه نعرفوا اللي الديوانه غاليه على الاخر ولي زيكيبمون بريسك ما فماش وقت اللي كريز وكل في الافريق ما فما حد شيء. دونك داوي مجعوله الحاجه هذه ان هي باش تعوض النقص هذا كمان. وذيك علاش احنا ديما نشكركم لي جون انتربرونور، خاطر احنا مستحقين للكرياتيفيتي نتاعكم والانوفاسيون نتاعكم هذيا باش نتوما تعاونوا البلاد باش نتوما تطلعوا باسم البلاد وديما تخلقوا المبادرات هذيا باش تنفعوا البلاد وتسهلوا برشا حاجات في دي كريز كيما كريز الكوفيد وكل. يعطيك الصحه بسام ويعطيكم صحه ليكيب الكل داوي على الخدمة هذه، إن شاء الله توصلوا ما أبعد إن شاء الله من ماشين ريسبيراتوار واحدة برك توصلوا تليو سوسيتي كبيرة وتعملوا برشا دي ماتيريو يستحقوهم الإطار الطبي. بتحكي لي أكثر على داوي، هي توا دونك هي توا ستارت اب، عندكم دي ستاجير يخدموا معاكم، ريت ديرنييرمون اللي نتوما عاملين كول نتاع بي اف دونك نستغل الفرصه هذه للعبيد اللي مازال تتلوج على ستاج بي اف بوركو با انتم تمشيو تخدموا مع بسام وتدخلوا في الاكسبيريونس هذه وتتعلموا منه. باهي جوست نعملوا ريزومي صغير. دونك داوي فيها لي كوفونداتور ولي اسوسيي نتاعها هما 5 انجينيور. بون فما واحد مازال 11 انجينيور تو يقرا في فرنسا، اما ثم 4 انجينيور.
واحنا قاعدين نخدموا ديجا قلت لك بدينا من اكتوبر 2020 وكما نقولوا تو ديجا بلوز ما بدات تتحرك الخدمه وكل معناها ما عادش خاطر من الاول جوست ديما راهو كي تبدا تعمل في كرياسيون تاع سوسيتي وتبدا مازلت جديد معناها في الدومين وكل دونك بلوز ما تبدا ضايع شويه اما تو بلوز ما ولات عندها استراتيجي واضحه شنو على شنو لازمنا نخدموا كيفاش لازمنا نخدموا زاد الاكسبيريونس معناها حتى ليكيب اللي معايا ثم شكون ديجا عنده ستارت اب اخرى مثلا يخدم على على لي زوبجي كونيكتي ولا يو تي وكل دونك بلوز مو عندنا اكسبيرتيز في لي دومين الكل اللي هما سواء الالكترونيك والبروغراماسيون امباركي سواء الميكاترونيك وكونسيبسيون ميكانيك واللي سيمولاسيون وكل شيء وثم زاد البارتي ديفلوبمون وبارتي عندنا حتى شكون معنا في ليكيب هيدروليك باسكو احنا نخدم على لي ماشين دو ريسبيراسيون وكل دونك بلوز مو ايكيب متكامله وتخدم في حاجات بلوز موا نجم نقول انتريسونت وجديده معناها حتى كي نخدموا في ماشين دو ريسبيراسيون نزيدوها لاسبي تكنولوجيك ما جوست ماشين دو ريسبيراسيون عاديه دونك ديما كيما قلت لك كيما بدينا من لو نغزر البعيد ديما نغزر البعيد انه نصنعوا دي كيما نقولوا دي برودوي انتيليجون ولا دي برودوي كونيكتي ولا حاجات معناها ندخلوا فيها التكنولوجيا ما نقعدش جوست نصنع في ماشين عاديه ولا في حاجه باسكو هي ديجا ماشين عاديه لازم واحد حاجه بيه اما نزيدها الكوش الاخرى وبالمناسبه هذه باسكو احنا دخلنا في عام جديد وثم اللونسمون تاع لي بي اف او تو دونك قررنا انه باش نريكروتيو عباد اللي باش يخدموا معنا في لي ستاج بي اف او نتاعهم على دي بروجي كيما قلت انتريسون على الاخر وبوركوا با باسكو احنا نحب نكبروا في ليكيب نتاعنا في الشركه نتاعنا دونك نجموا نكونوا حتى دي ستاج بري امبوش خاطر من بعد كي باش نستحقوا عباد اللي بلوز مو باش اذا كان انت باش تخدم على دي بروجي كبار ولا معناها مش برودوي برك دونك لازمك ايكيب كبيره وديجا بدينا نخدموا على الفينانسمون تاع ستارت اب نتاعنا اول فينانسمون كان مع انوفيشن سيتي اللي هو بلوز مو صغير شويه وبعد كي ديرنييرمون ما عنديش برشا زيد ربحنا في تشالنج اخر شو اسمي ديما ناس الاسوسياسيون جيكا زاد معنا صار فينانسمون بلوز موا باهي اللي خولنا انه باش نخدموا دي بروجي باهيين وكي كان كبروا في ليكيب نتاعنا كي يشجعكم اكثر صحيح واذا كان خذينا فينانسمون الاول دونك نجموا ناخذوا دوتر فينانسمون باش نكبروا ليكيب نتاعنا دونك لنا نقول للناس الكل اللي في لي ستوديون اللي في لي سبيسياليتي تاع كونسيبسيون ميكانيك ميكاترونيك الكترونيك بروغراماسيون باركي ديفلوبمون ويب عندنا حتى ماركتينغ وثم زاد البيوتكنولوجي باسكو احنا نخدموا في الميديكال دونك عندنا لا نورماليزاسيون تاع لي برودوي نتاعنا باش نخرجوا بهم للانترناسيونال خاطر ماناش نخمو جوست باش نبيعوا في تونس السوق التونسيه صغيره على الاخر ماش نتاع واحد جوست باش يخدم فيها دونك نخمو زاد انه نمشيو للانترناسيونال وكل دونك زاد عندنا دي بروجي في البيوميديكال ونورماليزاسيون دي زيكيبمون ميديكو دونك الناس الكل تنجم لي ستوديون الكل اللي نجموا يشوفوا الباج لينكدين نتاعنا داوي هيلث كير ولا باج فيسبوك زاد وتلقاو الكتالوج بي اف او نتاعنا نتاع 2021 2022 وتنجموا تبوستولي وديجا مازال محلول ما عندناش برشا من هبطنا لي زوفر بون كوراج يعطيك الصحة بسيم ويعطيكم صحة ليكيب الكل دونك كيما قالكم مازال فما كل كان تحبوا تشاركوا في كان تحبوا معناتها تبوستوليو في لي ستاج دو بي اف او اللي هما مبروبوزينهم فما برشا دي دومين بوليفالون مرة أخرى نحب نشكر بسيم وليكيب نتاعو الكل لي جون انجينيور نحب نقول لكم اللي ليكول نتاعكم أكيد فخورة بكم على الحاجات اللي تعملوا فيها على لي زينيسياتيف اللي قاعدين تخلقوا فيها على واكيد كما قلت انت بسام من الاول الفي اسوسياتيف والاوتونومي نتاعكم راه نتوما اللي باش تخلقوا الفرص نتوما اللي باش توصلوا وين تحبوا بالعزيمه نتاعكم وديما بالكوراج والموتيفاسيون نتاعكم تخدموا اون ايكيب وتتعلموا مع بعضكم ومن بعد يكون فما ان بارتاج ان شاء الله في دي بروجي كبار وفي دي ستارت اب باش توصلوا كما وصل بسام هذا بارتاج ديكسبيريونس مزيان على الاخر
الاخر ان شاء الله تكونوا خذيتوا منه شويه وتعلمتوا منه. هذا اللي حبيت نبارتاجيه معاكم ليلى. يعطيك الصحه بسام، وديما احنا في الاستماع لكم نتوما للابداعات نتاعكم. احنا ديما نشجعوكم على لي زينيسياتيف الحلوين اللي قاعدين يصيروا في الجامعات التونسيه وكل. دونك احنا وصلنا هكا الختام حصتنا الحياه في الجامعه. نشكركم على الاستماع على الحياه في مع 93. نشكر ليكيب تكنيك اللي كانت معايا، نوفل شرطاني في الاخراج التقني، محمد سيف بولعريس في الديجيتال، وماني الغويله كوتي ميكرو. ان شاء الله ليلتكم زينه وسلامه. الحياه في الجامعه، نقل لمشاغل الطلبه حياتهم الجامعيه وابداعاتهم الطلابيه.